أنا النظارة بقامته جاني. يلا أولية أولية. بابا علي عبد الله الولد؟ ماشي بنتي، بس خلي ببالك تروحي لا تسوي له مشاكل، وبعدين لا تروحين بعيد، خليك كبار عيني. هذا ما راح اسوي. هلا عاد العب وياكم؟ انت بنت الزبال؟ اي راح العب نفس ريحتك. اسمعي بنت الزبال، يلا يا ولد بنت الزبال. النظرات والملامح كانت بتقول كلام كتير. عيب بابا، عيب عيب الحكي هذا. ابوكم ابوكم يجي يعلمكم؟ عمو راح اشوفه طيبه. عمو بس انا عمو ابوي فوز مكان. يعني ايش قالك لا تروح العب وياك بابا يوسف؟ الإنسانية أفعال ومواقف، وتصرفه بيأكد ده. إيه بابا؟ عمر يا حاتم شو أسوي؟ إيه؟ أنا كم مرة غلط لعبت؟ ما أدري أبوي زباي. ليه خالف؟ ليه تحكي علي؟ أنت الزبال ما أدري أبوي. بابا عين. يا حاتم واسمع عمر. وقف وقف وقف. أنا أبوي نظيف. ها؟ أبوي نظيف. ليش؟ منين أنظف لك؟ أمك. ها أمك تنظف لي، أمك شنو؟ لا أمي بالبيت هنا، بس مو يا أمي مو بالشارع قدامنا. معناها ما تروح لبنية وتقولها بنت الزبال، الزبال هذا ينظف وساختك، الزبال هذا ينظف وساختك. انفعال الناس كان من القلب، وتعاطفه مع الطفل كان واضح جدا. أحسن واحد الزبال. لا ريحتهم ريحتهم. وهنا وهنا أكو واحد يتنقص من شخص يخدمك ويشيل لك الزبال. لما توسخ منه ينظف البيت. من الذب البطل مال المي. يعني هو رجال غير الشغل على باب الله. شو يعني شو ما ليش شو تقولوا لي؟ اي هم ما ريحتهم ما يدري ويانا ما ريحتنا. من سوي تقول لها ماما عيب؟ كيف؟ ضع الريحه. روح لا ما قلت لك وانت زمان. لو انت زمان. روح حدي. روح حدي. حدي. الغضب كان واضح عليه جدا، ويمكن حاول يمسك نفسه كتير. ما ادري ما متعلمه، ادري ما متعلمه، ادري بيك، ادري بيك، ادري بيك عندك ها انسان عندك سكر. لا لا مو ادري، يعني تدري شنو؟ اذا ما تاخذها راح ادفع بمكانها يعني كفاره بقيتها مرتين. تاخذها يعني اكو ناس محتاجه. تاخذها يعني لا والله شغل بشو؟ على راسي على شغل بشو؟ مرتاح. الله يحفظك الله يسلمك. تاخذها يا ما اقدر والله. تاخذها يا والله ما اقدر. حاول يتصرف بطريقته ويخلص الموقف. هم ريحتهم بس اختك تشغل لها عيب. لا انا نظيف، اهلي نظيفين هم وصلين. بابا عيب انسان شنو نظيف شنو وصخ؟ حبيبي وصلين هم شعلان. بابا عيب وصخ شنو؟ كلهم انسان بني ادم. كتير حاولوا يتدخلوا ويحلوا المشكله، لكن في ناس تانيه صبرها كان قليل. قلب الأم واضح جدا في مشاعرها وتصرفها. ردود الأفعال الإيجابية كانت كتير، وكنا محتاجين نناقش القضية معاهم أكتر. السلام عليكم واسفين. واسفين 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 أختي، جدا واسفين والله. آسفين أختي جدا آسفين. شنو حسيت من سمعت الأطفال يتنمرون على بنت المنظف؟ والله أنا بصراحة أقول لك إياها، أنا رجل احترمته لأنه رجل كبير وقاعد يشتغل منظف وقاعد يتعب، ومثل ما يقولون أنا يعني هيك ناس أحترمهم وأقدرهم، لأنه هذول ناس يعني يشتغلون مثل ما يقولون بعزة نفس وكرامة. برأيك هاي السلوكيات الغريبة عند بعض الأطفال مين اكتسبوها؟ من الشارع، من الأصدقاء، عدم متابعة. شنو توجه الرسالة لكل الناس اللي تتنمر وتنتقص من دائما يفكر بوضع الواحد قبل لا يفكر انه يطلق حكما. حط نفسك مكانه. يعني يتعبون الام والاب، لازم يتعبون. طفل ما يصير زين اذا مو تعب اكو. شنو حسيتي ليش هالقد تاثرتي؟ ما يعني شلون اقول لك، انه هي بالبدايه يعني
المرأة على طفلة، هي طفلة. بس بعدين اللي قهرني انه زادوا والاب بكى يعني، وهي ما ماديتهم يعني، هو دا يقول لهم بنتي ما ماديتكم، شنو هذا ذاتكم.